أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع الصحوة نت، محاكم محافظة إب تدخل إضرابا مفتوحا للمطالبة بصرف المرتبات. موقع الوحدوي نت، منظمة حقوقية تكشف عن فقدان سجناء لدى الميليشيا لحاستي السمع والبصر. وفي أكثر أخبار الصحف العربية قراءة، مغترب هندي في الإمارات نام مديونا واستيقظ مليونيرا. أهلا بكم. أطلق أو إطلاق الزغاريد من أعالي مباني العاصمة صنعاء، ورش الورود والريحان، وإطلاق الألعاب النارية والرصاص الحي في الهواء لم تعد طقوسا محصورة على الأفراح، بل انتقلت إلى مراسيم العزاء، يقول موقع المصدر أونلاين، مضيفا أن المناصرون لجماعة الحوثيين ومسلحوها حولوا مراسيم الحزن إلى فرح، فبحسب أبجدياتهم فإن قتلاهم الذين يسقطون في حرب منذ عامين هم شهداء ويساقون إلى الفردوس الأعلى مع الحوريات. تتحدث أم محمد للمصدر أونلاين عن طقوس مماثلة حدثت في منزلها، وقالت: ابني ذهب للقتال في الحدود، وبعد شهرين من غياب أخبرتها جماعة الحوثي بأن ابنها قد استشهد في الجبهة، وتضيف بأنها كانت مصدومة لوقع الخبر، لكن الحوثيين طلبوا منها البدء في إحياء مراسيم استقبال الشهيد. وتضيف أنهم قالوا لها أن تحمد الله بأن ابنك قد نال الشهادة، ونحن نتمناها ولكن لم تكتب لنا. كنت أتمنى أن يكون أحدهم بدلا عن ابني. 813 حالة تعذيب تعرض لها مختطفون في سجون الانقلاب كشف عنها ووثقها التحالف اليمني. ووفقا لموقع الوحدوي نت، فقد أفاد تقرير التحالف أن التعذيب والإيذاء الجسدي والنفسي الذي تعرض له المختطفون داخل سجون ميليشيا الحوثي وصالح تسبب في فقدان حاستي السمع والبصر لبعض المختطفين، إضافة إلى حالات شلل كلي وفقدان للذاكرة واضطرابات نفسية وعقلية. وقال التقرير إن التعذيب طال نشطاء وتربويين وطلاب وسياسيين وإعلاميين، كما ذكرت الندوة التي أقيمت مؤخرا لعرض التقرير أن بعض الأسر تضطر لبيع ممتلكاتها من مبان أو سيارات أو أراض أو مقتنيات ثمينة ليتم توفير المبالغ المطلوبة منهم وتسليمها للميليشيا للإفراج عن المختطف. ردا على مقال نسب إليه، كتب خالد الرويشان منتقدا الانقلابيين ومعتبرا أن تزويرهم للحقائق هو جزء من مشكلتهم التاريخية. وقال الرويشان: الكذب والتزوير ليس غريبا عن الانقلابيين، من الجرعة المسمومة إلى محاربة الإرهاب والفساد، بينما القصد التهام الدولة والبلاد. عندما أقول الانقلابيين فإنني أعني طرفي الانقلاب الحوثي وصالح، لم يكونوا بحاجة للكذب وانتقاد الرئيس هادي تحت اسمي ورسمي. أنا أنتقد الرئيس هادي مذ كان ما يزال في صنعاء، حتى منعني من الكتابة بعد مقال الدولة الرخوة، لكنه يظل رئيس الجمهورية اليمنية، لا خيار آخر. لم ينتقد أحد الرئيس هادي كما انتقدته وأنتقده، لكنه يظل الرئيس الشرعي للبلاد، أي رئيس الجمهورية اليمنية. لا أقول ذلك حبا في شخصه، بل بما يوثله دستوريا وقانونيا وأمام العالم كله، والأهم أمام ضميري. لا أهتم بالأشخاص بل بالقضايا، الأشخاص زائلون والقضايا باقية. اليمن الكبير هو قضية الكبرى. تأمل مواقف وأفعال الأطراف تجاه هذه القضية كي تحدد موقفك. لا تحدد موقفك بما يقولونه، بل بما يفعلونه ويمثلونه. ولذلك الذين أحرقوا عدن ويحرقون تعز والبيضاء ويستعبدون الحديدة وعتمة وإب وذمار وصنعاء وتسببوا في تدمير اليمن كله هم الانفصاليون. مواقف الآخرين ما هي إلا ردة فعل لهذا الجنون المتواصل. يجب أن يعرف اليمنيون أهمية شرعية السلطة وشرعية الدولة. العالم كله يدرك ذلك عدا اليمنيين.
لو لم يحدث الانقلاب لكان هادي قد غادر ورحل، ولكن الحمقى لا يعقلون، سيقولون والعدوان. أقول والعدوان كارثة، وأنتم من تسبب فيه. ولو كنتم تحبون اليمن لأوقفتم العدوان بعد ساعات من وقوعه، لكن الطمع والجشع أعمى قلوبكم. آثرتم التضحية بالبلاد والشعب في سبيل التسلط والسلطة الزائفة، حتى لو ماتت البلاد والعباد، وهذا ما حدث ويحدث. كشف تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة وثاق للتوجيه المدني أن ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية قامت بتجنيد 1951 حالة خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2016 في 13 محافظة. وينقل موقع المشاهد نت عن رئيس المؤسسة نجيب السعدي قوله في تقريره الذي قدمه على هامش انعقاد الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه تم رصد 83 مركزاً لاستقطاب الأطفال في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن مراكز استقطاب الأطفال وتجنيدهم يتم أمام مقرات الميليشيا في القرى والأحياء السكنية أو المساجد دون علم أهاليهم أو من خلال الضغط على أولياء أمور الأطفال. ميدانياً عنوان موقع بوست: ميليشيات الحوثي والمخلوع تقصف القرى السكنية بمديرية الصلو بصواريخ الكاتيوشا. وقال الموقع: اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية من جهة أخرى في مديرية الصلو جنوب شرق محافظة تعز. وقالت مصادر ميدانية للموقع بوست إن المواجهات اندلعت عقب هجوم عنيف شنته الميليشيا الانقلابية على مواقع قوات الجيش والمقاومة في مناطق مختلفة من المنطقة. ويتابع الموقع أن الميليشيا الإنقلابية المتمركزة في قرية الشرف قصفت بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا القرى السكنية بمديرية الصلو وفي مديرية الصلو. من المبكر القول أننا فشلنا. تحت هذا العنوان كتب وسام محمد مقاله المنشور في الاشتراكي نت وقال: إن محاولة حصر الثورة في نتائجها وما حققته خلال هذه الفترة البسيطة ونفي أنها كانت ثورة والقول إنها مجرد هبة شعبية، ولا أعرف كيف يمكن لهبة أن تستمر لأكثر من عام، يثبت أن أصحاب هذه المحاولة لديهم انحيازاتهم الضمنية لنظام الاستبداد، أو أنهم لا يفهمون شيئا في معنى الثورة وتاريخها. فالمعروف أن 6 سنوات لا تكاد تساوي شيئاً في حياة الشعوب، وعندما ينتقل هؤلاء لاستدعاء النماذج الجاهزة ويحاولون قصرها على التجربة الثورية لمجرد أنهم مصرون على إثبات صحة ما يذهبون إليه، سوف يتحدثون عن التنظيم والقيادة التي لم تبرز من وسط الجماهير وكل ذلك الهراء المألوف. القول بوجود ثورة من عدمها باعتقادي يتحدد في شيئين: الأول وهو وجود أسباب موضوعية للثورة وقد وجدت في حالة ثورة فبراير، بل وما تزال قائمة. الثاني هو اندفاع الجماهير باحثة عن الخلاص. الثاني هو اندفاع الجماهير باحثة عن خلاص بسبب أنها لم تعد قادرة على العيش في تلك الظروف القاسية وإصرارها على الثورة حتى مع دفع ثمن باهظ. بالطبع مع التأكيد على أن نجاح أي ثورة من عدمه يرتبط بمدى تحقق أهدافها، لكن ليس قبل أن تأخذ الثورة مداها الكافي، حينها فقط سيكون بوسعنا الحكم والقول هل كانت ثورة ناجحة أم فاشلة. لكنها بالرغم من النتيجة لطالما توفر العاملين المذكورين سلفا فهي تبقى ثورة، بل وبالنظر إلى ما حدث منذ فبراير 2011 وطوال عام كامل وحتى الآن، فإنه من التواضع القول إننا إزاء ثورة عظيمة. إلى موقع الصحوة نت والذي تابع مجريات الحركات الاحتجاجية ضد الميليشيا في محافظة إب وعنوان الموقع: محاكم محافظة إب تدخل إضرابا مفتوحا للمطالبة بصرف المرتبات. مصادر قضائية أفادت للصحوة نت أن دعوات للإضراب بدأت الأسبوع الماضي في الأوساط القضائية بالمحافظة، وبدأ التنسيق لها ليبدأ تنفيذها بشكل خفيف الأسبوع المنصرم. المصادر قالت بأن الإضراب بدأ مطلع الأسبوع الجاري وبشكل كبير وشل الحركة داخل المحاكم. تستدرك ذات المصادر أن عمل المحاكم معطل
نتيجة تعمد الميليشيا الانقلابية تهميش عمل المحاكم وأحلال قيادتها للعمل والحكم بالميدان والفصل في القضايا دون الرجوع للمحاكم، وإن تم الرجوع للمحاكم فهو لمجرد تعميد أحكام الميليشيا التي تجري تحت قوة السلاح. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تنوعت تناولات الصحف العربية للشأن اليمني بين السياسي والإنساني، ففي صحيفة العربي الجديد ورد عنوان عام على هدنة الحوثيين مع السعودية فشل بسرعة قياسية، وتقول الصحيفة إن اليوم 8 مارس يصادف الذكرى الأولى للإعلان عن أكبر اختراق سياسي مفاجئ تحقق في اليمن العام الماضي، متمثلا بالتفاهمات السعودية المباشرة مع جماعة الحوثيين، لكنها وعلى الرغم من التقدم الذي حققته على مدى ما يقارب 3 أشهر انتهت إلى الفشل. وتضيف الصحيفة عاد التصعيد في المناطق الحدودية التي يسيطر عليها الحوثيون، ولا يزال حتى اليوم ما يعكس فشل تلك التفاهمات والعراقيل التي تقف أمام العودة إليها. وعلى الرغم من أن حرب الحدود بنظر متابعين لم تكن ذات جدوى عسكرية للإنقلابيين بسبب غياب فارق موازين القوى، تقول العرب الجديد أن الحوثيين وحلفائهم دفعوا بالآلاف من مقاتليهم لتحقيق نصر معنوي وإيصال رسالة سياسية. وتفاوتت قراءات المتابعين والسياسيين اليمنيين لأسباب فشل تفاهمات ظهران الجنوب السعودية، ورأى البعض أن السبب في الأساس هو التعقيدات الشاملة المرتبطة بالأزمة اليمنية وحالة عدم الثقة بين الحوثيين والجانب السعودي. صحيفة الخليج الإماراتية تعنون في أخبارها الخاصة باليمن: جبهة نهم تعود إلى الواجهة أو إلى واجهة العمليات العسكرية. وقالت الصحيفة إن جبهة نهم شرق صنعاء عادت مجددا إلى الواجهة بقوة في ضد العمليات العسكرية المتقطعة بالمديرية بين قوات الشرعية والميليشيا الانقلابية ومشاركة طيران التحالف في استهداف مواقع الانقلابيين في المديرية القريبة من العاصمة صنعاء. وحسب مصادر ميدانية واصلت قوات الشرعية بمساندة مقاتلات التحالف تقدمها نحو مفرق أرحب من جهة الميمنة بعد استعادة جبال قرن ودعة وعدد من المرتفعات الجبلية الصغيرة في الطريق الرابط بين مديريتي نهم وأرحب إثر مواجهات عنيفة. وتصف الصحيفة المواجهات وتقول أنها اتسمت بالقصف المدفعي والصاروخ المتبادل بين الجانبين منذ أيام في محيط جبل يام الاستراتيجي وطريق مأرب صنعاء من جهة سرواح بمأرب، الأمر الذي خلف قتلى وجرحى وسط الميليشيات التي خسرت الكثير من مخازن الأسلحة. وأكدت مصادر عسكرية في الجيش الوطني اليمني أن قوات الشرعية بدعم مكثف من قوات التحالف العربي بصدد تصعيد العمليات العسكرية في جبهة نهم التي تمثل البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء. حسن العديني كتب عن التهديدات الأخيرة التي أطلقها المخلوع صالح ضد من اتخذهم أعداء، وقال العديني في جزء من مقاله المنشور في صحيفة الخليج: إن التحريض على الفوضى يعزز اليقين بأن ربيع السياسة مناقض تماماً لربيع الطبيعة، كما أن الشرر البرتقالي الطالع من المقذوفات مختلف كلية عن بهجة الأزهار الفواحة بالعطر والمبللة بالندى. هل يكون رئيس الدولة لثلث قرن داعياً لحكم الغاب؟ وأليس هذا اعترافاً بطريقة سار عليها في الحكم في ماضيه الطويل؟ للناس أن يروا ويتأملوا، لكن عليهم أن يتوقفوا أمام ما يفعله حلفاؤه أعداؤه السابقون. إنهم يعتدون على موظف أممي، وذلك فعلته العصابات الصهيونية في عام 1948، وهم يهجرون الناس من منازلهم ويهدمونها حجراً حجراً، وذلك تفعله إسرائيل. وهم لا يلتزمون باتفاقيات الهدنة، وذلك تفعله إسرائيل. وهم يرعون تجارة المخدرات والسلاح، والشيء الوحيد الذي لا تفعله إسرائيل أنهم يمنعون المساعدات الإنسانية عن الأطفال الضامرين في فم الموت
ويسوقون الأطفال إلى الموت في جبهات القتال. ذلك يدعو إلى القول إن الربيع كان لزاماً لاجتثاث هذا السخام، ولو أنه تحول إلى حمم من النار والدم فسوف تتهادى العواصف ويعود السلام. قتل شقيق رئيس كوريا الشمالية في ماليزيا، وبدأ الخلاف بين الدولتين لكنه تطور إلى شكل غريب. وتقول الصحيفة أو صحيفة البيان إن كوريا الشمالية منعت جميع المواطنين الماليزيين من مغادرة أراضيها، وردت كوالالمبور بإجراء مماثل ومنعت المواطنين في سفارة كوريا الشمالية من مغادرة أراضيها. ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية أن جميع المواطنين الماليزيين ممنوعون مؤقتا من مغادرة البلاد. وتتابع الوكالة أن الخطر سيظل ساريا أو الحظر سيظل ساريا إلى حين ضمان أمن كل الدبلوماسيين والمواطنين الكوريين الشماليين بعد تسوية الحادثة التي وقعت في ماليزيا بشكل مناسب. وندد رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق بالمنع، وقال إنه سيفرض حظرا مماثلا على تحركات كل مواطني كوريا الشمالية في ماليزيا. ويقدر المحللون عدد هؤلاء الرعاية بألف شخص، وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أن منع السفر سيشمل الدبلوماسيين وموظفي السفارة فقط. في أكثر أخبار صحيفة القدس العربي قراءة: مغترب هندي في الإمارات نام مديونا واستيقظ مليونيرا. وقالت الصحيفة عقب 9 سنوات من العمل الشاق بدولة الإمارات العربية المتحدة، فاز المغترب الهندي سيراج كريشنان بمبلغ ضخم قدره 7 ملايين درهم في سحب مسابقة تذكرة أبوظبي الكبرى. وقال كريشنان الذي يعمل منسق شحن: لقد أصبت بالصدمة عندما جاءني اتصال هاتفي من منظمة المسابقة، وما زلت لا أستطيع أن أصدق ذلك. وقال الهندي الذي يشارك سنويا في المسابقة أنه عندما اشترى التذكرة هذه المرة قرر أن تكون آخر محاولة بالنسبة له، ولكن بعد فوزه بها أكد أنها لن تكون الآخرة. شبكة البي بي سي عنونت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: زهور للإيجار استعدادا لليوم العالمي للمرأة في روسيا. وقالت البي بي سي: تستطيع الروسيات الراغبات في ترويج فكرة الإعجاب بهن أمام متابعيهن على شبكات التواصل الاجتماعي استئجار باقات زهور كبيرة لفترة تكفي لالتقاط صورة مميزة لهن ونشرها على حساباتهن على تطبيق انستغرام. وأعلن عن الخدمات الجديدة على شبكات التواصل الاجتماعي استعدادا لليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم 8 من مارس، وهو يوم عطلة رسمية في روسيا جرت العادة على إهداء السيدات فيه باقات الزهور والهدايا الأخرى. وتتابع الشبكة: تتيح الخدمة 10 دقائق تكفي لالتقاط أفضل صورة مع باقة زهور كبيرة قبل أن يعيدها لحاملها. عن آداب البحار كتب الروائي المعروف واسين الأعرج مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، نتابع. ليست كتابات البحار جديدة، المدونات القديمة تؤكد وجودها منذ أن بدأ الإنسان يتنقل عبر البحار لأسباب تجارية أو حربية أو غيرها. من خلال المراسلات وتفسير الخرائط والتعليقات والشروحات والحواشي وأدب الرحلات والملاحم التي تؤكد أن أدب البحار ليس جديداً منذ الإلاذة والأويدسة وربما قبلها، فهو قديم ويتشكل بخصوصية المنطقة التي ينشأ فيها أو مركز الأحداث التي شهدها بحر بعينه دون غيره. حرب طروادة بدأت من هناك، من على حافة سواحل طروادة. للبحار إذن تاريخ لا يتشابه وخصوصيات كبيرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في أي جهد قرائي. المتوسط لا يشبه بحر الخليج، وبحر الصين لا يشبه المحيط الأطلسي، وهكذا دوالي. من هنا يجب تصحيح مصطلح أدب البحر بكلمة أخرى أكثر دقة وأكثر اتساعاً: أدب البحار.
وإذا كانت بعض الروايات قد أخلصت للبحر من حيث موضوعها الرئيسي كما تجلى في الرواية الشهيرة العجوز والبحر للأمريكي إرنست همينغواي ورواية موبي ديك للأمريكي هيرمان مليفيل التي اتكأت على البحر وفي ذهنها التحول الكبير في المشروع الأمريكي بوصفها قوة صاعدة وممثلة للعالم الجديد كقوة كونية وامبراطورية إمبريالية تصادر كل ما حولها من حس إنساني مفترض. المشهد الأدبي البحري العربي يرسم بلا منازع اسم الروائي السوري حنا مينا الذي عدت روايته الشراع والعاصفة واحدة من الأعمال العظيمة بانتسابها إلى أدب البحر. نشرت صحيفة العرب الجديد مجموعة صور لنساء ما زلنا في سجون مختلفة في الوطن العربي، واكتفت الصحيفة بعرض صور دون تعليق في اليوم العالمي للمرأة. نتابع. بهذه الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.